موجودين مع أستاذ الخير في إبراهيم. ألو مرحبا. مرحبتين يا أهلا وسهلا. معلش يا أختي بدي تعرفي شغلي، طبعا المكالمة مسجلة. طبعا. أنا هذا أهم إشي عندي، بس أنا بدي أنت تكوني مستثنية نفسك من اللي بدي أحكيه أرجوك. يعني أنت موظف، بدي أنت موظفة صح؟ صح. وأنا موظف صح؟ صح. أنت بدي تستثني نفسك من أي كلام بدي أنا أحكيه أرجوك، ما تعتبري إنه عليك. أولا من حقارة شركة زين وحقارة وزارة المالية اللصوص ولاد الكلب إنهم يسحبوا دينار بدون ما يرجعوا لي بالإذن. بركي أنا ما بديش أدعم وطني بدينار اللي مش هو مش داعمني بفلس. أنا قاعد بعاني من حالة مادية متردية حقيرة. وزير المالية لأنه بده يشبع بسبب المواطنين هالكلب الحقير يعطي أوامره لهيئته الحقيرة وزين الغبية ترد عليهم ويسحبوا دينار من رصيدي بدون ما يستشيروني الكنادر. أنا زعلان كثير، وأنا مضطر وللأسف الشديد إني أنا أسحب نفسي من هذه الشركة اللي ما بتستأذن عميلها قبل ما تتخذ هذا القرار الغبي. ما في قانون يا أختي في الدنيا، وأنا رجل بعرف بالقانون ودارس القانون، بسمح لشركة تسحب من عميلها رصيده اللي هو بقيمة حتى لو دينار بدون ما يستشار ويستأذن. لعله عنده توجه آخر، يمكن من جنسية أخرى، يمكن غير منتفع بموضوع الجامعات، يمكن من حملة البطاقة الخضراء، يمكن إيش ما كان يكون. أنا إيش مشكلتي؟ تنحرق الجامعة ولا تضبط الجامعة؟ ما هو ما بدخل الجامعة عفوا بمنحة إلا إذا كان أبوه واصل حدود السحاب، أما إنه المنافسة فهي مش للفقراء. فأنا دعم الجامعات يطلع من ظهري وظهر المواطنين. ليش؟ لما المؤسسات المدنية والعسكرية توفر لكل مواطن كيس حليب أو كيلو سكر بعدين بيقدروا يتكلموا، مش أبو هزيم عماله ببيعها للتجار الجملة. يا أختي هذا خطأ. أنا بعرف المكالمة مسجلة وأنا سعيد جدا، أنا سعيد جدا أنهم بسجلوا، أرجو أنهم بيكونوا بيسمعوا مش بيرموها بعرض الحائط. ليش يا أختي هذا الكلام؟ ليش يسحبوا دينار؟ هلأ بدي أستنى منك إجابة، أعطيني السبب ليش سحبوا دينار. شكرا انك صبرتي عليك. لا حقك يعني سيد رائد، حقك تحكي رايك بالمدح ولا الذم، هذا حقك. لا انا متالم جدا، انا فضفضت هسه، انا مرتاح اليوم الجمعه بمر علي سعيد جدا. صار دائما بتضلك مرتاح. وانا كمان عمالي بسجل، تعرفي ليش سليني؟ عشان لما اروح عند القاضي اذا نسيوا شيء اذكرهم اقول لهم هيو انا حكيت اكثر. ايه طيب، بس مع انه ممنوع تسجيل على فكره، بس مشان حضرتك معصب عقلك المكالمه. هلا اللي صار تام تشارك او هي لا فكره دينار ولا فكره شيء، بس هو والله مظبوط كلامك، لازم يكون يبلغ المشترك قانونا، هذا بحكي عن قانون او شبكه ثانيه انه نعم بهذا نعم الموضوع. نعم نعم. هلا الخصم ما صار على شبكه زين، الخصم صار على كل الشبكات زين وامنيه وفاستنك واكسبرس. بعرف بس هي سرقه، عم بيسرقونا. يعني انفرض علينا زينا زيكم. ايوه بعرف. تنظيم قطع الاتصالات. بعرف. هلا زي ما انا خصمت على المشترك تاعي دينار، انخصم برضه مني انا بالمقابل دينار، يعني من الكل انخصم. بعرف يا بنت الحلال، ما هذا كلياته رايح عشان الوزير يبني بيته بدابوق او بعبدون. ما هو احنا عمالنا بنفقر هم بيغنوا. هذا الدينار رايح لجيبه الكلب وزير الماليه. والله انا بحكي من قلبي، اقسم بالله العظيم انا صادق وموقن بكل كلمه بحكيها. احنا ما بدناش ندعم الجامعات يا عم، احنا فقراء. ياخذوا دينار من كل واحد بيسحب 60 70 دينار بالشهر، 100 دينار مش من ابو 5 ليرات ياخذوا دينار، الله يخرب بيتهم. عموما شكرا كثير وما قصرتوا يا جماعه. تسلم، الله يسلمك. مع السلامه. شكرا. اي خدمه ثانيه. الله يخليك، ولا شكرا. شكرا.